يبقى معنا أحمد جرار من حي الشيخ جراح. وأحمد، أرى في خلفية صورتك عدد أو حشد من جنود الاحتلال، وقبل قليل أيضا تجددت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين المعتصمين في حي الشيخ جراح. لو تصف لنا وتقول لنا ماذا يحدث الآن وتطورات هذه المعركة بين الفلسطينيين والاستيطان والاحتلال اليوم. نعم فرح، الوضع متوتر جدا هنا في منطقة حي الشيخ جراح، تحديدا عقب الإفطار إقامة عدد من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين المعتصمين في هذه المنطقة أثناء تناولهم للطعام الإفطار بعد يوم من الصيام. قوات الاحتلال بعد أن اقتحم وبعد أن اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين، قامت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على الفلسطينيين في هذه المنطقة. كما نرى هنا نشاهد الشبان يهتفون، هذا المشهد يتكرر منذ عدة أيام وعدة ليالي في منطقة حي الشيخ جراح، وعادة ما تقوم قوات الاحتلال بقمعهم واعتقالهم وأيضا اعتقال عددا منهم. هنا نستمع لهتافات، الكل هنا يتضامن، ليس فقط من أهالي حي الشيخ جراح بل يأتون من أحياء ومدن وأحياء وبلدات مدينة القدس، إضافة إلى المناطق العربية من داخل الخط الأخضر. كما نشاهد هنا في هذه الصورة قوات الاحتلال هي تؤمن تواجد المستوطنين الذين قدموا إلى هنا بعد دعوة إيتمار بن جبير وهو عضو كنيسة كهاني متطرف لكي ينصب مكتبه أمام أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنين في حي الشيخ جراح. إيتمار بن جبير معروف بأرائه المتطرفة، هو مؤيد لمنفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذت في تسعينيات القرن الماضي وأدت إلى مقتل أكثر من 50 مصل في الحرم الإبراهيمي. معروف أيضا بمواقفه العنصرية الرافضة للعرب وتفوهه دائما بخطابات عنصرية مثل الدعوة لطرد العرب، مثل الموت للعرب. وهو الآن دخل الكنيسة في الانتخابات الأخيرة، كانت قد دعا قبل عصر اليوم للقدوم إلى هذا المكان للتحريض على الفلسطينيين، تحديدا لأنه قال أن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بعملها، لا تقوم بتأمين المستوطنين في هذه المنطقة بحسب ادعائه. ما جرى اليوم كان هناك انتظار، لكن كيف أحمد، يعني قوات الاحتلال كيف فعلا يمكن لها الاتفاق. أحمد أن تبرر حالة التأهب الأمني طالما أن الاعتصام، اعتصام الفلسطينيين، هو اعتصام سلمي؟ نعم، يعني في هذا المكان تحديدا على الرغم من أنه طيلة الأيام الماضية كانت كل الاعتصامات سلمية، إلا أننا شهدنا ورصدنا اعتداءات، قمع، اعتقالات، إدخال السيارات المحملة بالمياه العادمة وأيضا إطلاق الرصاص المعدني والقنابل الغازية، حيث أنها لا تريد أن يتحول بحسب العديد من المراقبين الحراك في منطقة الشيخ جراح إلى حراك جماهيري ينتقل من الشيخ جراح إلى باقي مدينة القدس، ويمكن أيضا أن تنتقل التحركات أيضا في الضفة الغربية. منذ البداية اليوم ما حدث، المحكمة العليا كانت تنتظر قرارا من الأهالي إن كانوا سيتوصلون لاتفاق مع المستوطنين. الأهالي هنا رفضوا التوصل لاتفاق، هنا المعركة هي معركة قضائية صحيح، ولكن هناك مطالبات بتدخل دولي، تدخل عربي، تدخل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لحماية الأهالي ولعدم إخلائهم في هذا المنزل الذي يتواجد فيه المستوطنين. هذا المنزل تم إخلاءه قرابة في عام 2009، يعود لإحدى العائلات الفلسطينية. هذا واحد من 4 منازل سيطرت عليها جمعيات الاستيطان بين عامي 2008 و2009. الآن نية المستوطنين الاستيلاء على المنازل الأخرى في الجهة المقابلة من هذا الحي، وهي عددها حاليا 8 منازل، ولكن هي تحتوي على 19 عائلة فلسطينية تضم قرابة 80 فلسطينيا، أكثر من 30 منهم أطفالا، إضافة إلى وجود قرابة 10 منازل أخرى إضافية محتمل، وهناك يعني نية لإخلاء هذه المنازل ولتسليمهم، وهناك يعني صراع قضائي حاليا في المحاكم. ما صدر فعليا في المحاكم الإسرائيلية قرارات بإخلاء 8 منازل، 4 منازل
الآن يعني بات إخلاءها وشيكا. المهلة كانت في بداية شهر أيار مايو، الآن مع قيام المحكمة العليا بتحديد جلسة يوم الاثنين المقبل، فسيكون وسيعتمد قرار الإخلاء على قرار المحكمة العليا. وهنا نتحدث إن كانت المحكمة العليا سترفض الطلب، هذا يعني أنه فعليا سيتم إخلاء الأهالي من المنازل. الادعاء الإسرائيلي بأن الفلسطينيون المتواجدون في هذه المنطقة هم يتواجدون على أراضٍ لليهود قبل النكبة عام، يعني هنا نشاهد توتراً بعد قيام أحد المستوطنين بمحاولة الاعتداء على الشبان الفلسطينيين، يعني كما نشاهد يعني حالة من التوتر في منطقة الشيخ جراح، وهذا مشهد يتكرر. كنا نتحدث فرح عن أن الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأرض هي أرض تعود لليهود قبل النكبة عام 48، ولكن فعليا الأهالي يؤكدون بأنه لا، عدم صحة هذا الادعاء وتسجيل هذه الأراضي. قال الأهالي لنا بأنه تم تزويرها في سبعينيات القرن الماضي. نعم فرح. طيب الآن أحمد، فيما يتعلق بزيارة عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير، ما الذي يريده منها؟ ما الذي يريد من هذه الزيارة فعلا؟ وكيف يمكن أن يواجهها الآن الفلسطينيون المعتصمون في حي الشيخ جراح؟ يعني فعليا كيف سيواجه الفلسطينيون؟ تم إغلاق مداخل ومخارج هذه المنطقة من قبل قوات الاحتلال، لأن هناك الاحتلال يحاول التحكم بمن يدخل ومن يخرج إلى هذه المنطقة. بالنسبة لدعوة بن غفير، هذه هي ليست الدعوة الأولى، هي الدعوة الثانية، فكانت له دعوة في السابق هو وأيضا أحد الأحزاب المتطرفة بالذهاب إلى منطقة باب العمود في خلال بداية شهر رمضان من أجل التحريض على الفلسطينيين. دائما يقولون بأن الشرطة لا تقمع بشكل كافي الفلسطينيين في هذه المنطقة، لا تقمع الفلسطينيين، وهناك يدعون بأن هناك خطر على العائلات المستوطنة في هذا المكان. ولكن فعليا كما نشاهد كل هذه القوات الإسرائيلية هي جاءت فعليا لحماية المستوطنين الإسرائيليين، كما رصدنا منذ بداية شهر رمضان الاعتداء كان باتجاه واحد ضد الفلسطينيين وليس ضد الإسرائيليين. وكان يعني على الرغم من وجود مظاهرة للمستوطنين الإسرائيليين في تلك المنطقة ودعوات للمستوطنين، ولكن كان الاعتداء باتجاه واحد من قبل قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين واعتقال الفلسطينيين. طب أحمد، معلوم أن الفلسطينيين لا يراهنون الآن على عدالة القضاء الإسرائيلي المنحاز دون شك طبعا للاستيطان والاحتلال، لكن السؤال ما الذي سيفعلونه في حال اتخذت المحكمة قرارا ضدهم؟ يعني لا يوجد تعويل على القضاء الإسرائيلي، ولكن هناك مطالبات كانت دائمة من الأهالي في هذه المنطقة بفتح ملف الملكية، هذا الملف الذي رفضت محكمة الصلح ورفضت أيضا المحكمة المركزية بفتحه على الرغم من عدم وجود أي أدلة في يد المستوطنين، ولكن تدعي هذه المحاكم بأنها بسبب الأقدمية فلا تريد فتح هذا الملف. في مقابل عدم التعويل على القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا، هناك تعويل على الحراك الشعبي الفلسطيني في هذه المنطقة، على التدخل الدولي، لا سيما بأن هناك أيضا مثلا مثل هذه الحالة المحكمة العليا في الخان الأحمر، في قضية الخان الأحمر اتخذت قرارا بإخلائه، ولكن بسبب الضغط الدولي وبسبب أيضا التدخل الأوروبيين وتدخل العالم حتى الآن لم يتم إخلاءه، على الرغم من وجود قرار قضائي بإخلاء حي وتجمع الخان الأحمر. هنا يراهنون حتى وإن كان هناك قرارا من قبل هذه المحاكم، يراهنون على التدخل الدولي، ولكن حتى الآن في الفترات الماضية تم رصد فعليا تحركات، زيارات خجولة من قبل القنصليات، البعثات الأوروبية، ولكن لم نرصد أي موقف واضح. هم أعلنوا بأنهم يرفضون الاستيطان، مؤيدون للشبان للأهالي الفلسطينيين، ويطالبون إسرائيل باحترام القانون الدولي، ولكن عدا عن ذلك لا توجد أي خطوات رادعة تقوم بها جهات دولية حتى الآن من أجل إجبار إسرائيل على اتخاذ قرارا أو على عدم قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطواته من الإخلاء. إن أردت أن نتحدث عن طبيعة هذا المكان فرح، نحن نتواجد في حي الشيخ جراح،
كما نشاهد في آخر هذا الطريق نتجه إلى الشارع الذي يفصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية أو المنطقة الحرام التي فصلت بين القدس الشرقية والقدس الغربية منذ عام 48 وحتى 67. هي منطقة قريبة جدا من البلدة القديمة، تقع في قلب مدينة القدس. النية الإسرائيلية تهجير هذه العائلات، بناء وحدات استيطانية في هذا المكان، ربط المستوطنات الواقعة في القدس الشرقية مع مركز المدينة في القدس الغربية. أي نتحدث عن أن إسرائيل تريد من خلال مشروعها الاستيطاني في منطقة الشيخ جراح إزالة الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية، وأيضا الحديث دائما إسرائيليا عن أنها تريد القدس الموحدة وهي تسعى دائما للقدس الموحدة وأن القدس الموحدة غير قابلة للتقسيم. حتى الآن كما نشاهد في الصورة فرح تعزيزات إضافية من قبل وحدات حرس الحدود التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن رغم ذلك الآن هناك تواجد للفلسطينيين للمتضامنين الذين يؤكدون رفضهم لقيام الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء حي الشيخ جراح. والآن هي معركة قضائية صحيح، ولكن هنا يقولون الأهالي بأن المعركة حاليا على الرغم من أنها قضائية يمكن التعويل على الحشد الشعبي، على التواجد الشعبي في هذه المنطقة، وأيضا على التدخل الدولي والعربي والإسلامي. هي معركة جديدة أحمد ومفتوحة أيضا يخوضها الفلسطينيون دفاعا عن حقهم في القدس بعد سلسلة مواجهات كان منها أصلا معركة البوابات الحديدية ومعركة باب العمود. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من حي الشيخ جراح.